ولتسليط الضوء أكثر على العقوبات الأمريكية على السفير الإيراني في بغداد وما يعكس هو الدور الذي تلعبه إيران في العراق، ينضم إلينا الأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي عبر سكايب من لندن. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. يعني كما هو واضح أستاذ مازن، أمريكا غضت النظر طويلا عن نشاط هذا السفير في العراق ثم جاءت لتفرض عقوبات عليه في هذا الوقت تحديدا. إذا كان الرجل كما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بهذه الطريقة ويقوم بهذه الأعمال، لماذا تأخرت في فرض هذه العقوبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة والمشاهدين. الحقيقة هي ليس سياسة غض النظر طيلة هذه الفترة. أمريكا تعرف جيدا منذ الاحتلال هي من سمحت للتمدد الإيراني أن يكون إلى هذا الثقل في العراق، وهي من سلمت العراق إلى إيران، فبالتالي هي لم تغض النظر بقدر ما كان هناك تلاقي استراتيجي ما بين إيران وأمريكا في العراق وتقاسم النفوذ وتبادل الأدوار. ولكن هذه الخطوة الأخيرة هي جزء من حالة تصعيدية أو امتداد لأوراق الضغط، وخصوصا الآن احنا في الأسبوع الأخير من مرحلة الانتخابات، وأيضا أمريكا تحاول أن توصل رسالة بأنها لن ولن تسمح لإيران أن يكون لها الدور الكبير في العراق أو في المنطقة. أمريكا تعرف أيضا جيدا أنه السفير الإيراني هو الحاكم الفعلي المطلق للعراق، وتخضع له كل مرافق الدولة سواء اقتصادية سياسية أمنية، أي بمعنى أنه حتى عمليات غسيل الأموال والنهب المنظم التي تمارسه الميليشيات وتمارسه إيران، فهذه الحقائق هي ليس خافية عن أمريكا. وأنا في تقديري الشخصي أعتقد أمريكا تعرف جيدا أين هي أموال العراق المنهوبة ومن هم اللصوص الحقيقيين، وبالتالي مثل ما أشار تقريركم في البداية أنه لا أعتقد هذه الخطوة أو هذا الموقف سيحد من نشاط ونفوذ إيران في العراق، ولكن ربما يعتقد البعض أنه أمريكا قد تعيد النظر في سياستها تجاه إيران، ولكنني أنا أشك في هذا الموضوع، لأنه أمريكا لو تريد أن فعلا تحجم دور إيران لديها القدرة ولديها الإمكانية، لكنها لغاية الآن لا تريد العراق أن يكون مستقرا بقدر ما تريد العراق أن يكون في حالة فوضى. نعم. وأيضا من خلال الوجود الإيراني تستطيع أن تركز. أستاذ مازن، عندما تقول وزارة الخزانة الأمريكية أن السفير الإيراني أشرف على برنامج تدريب ودعم الميليشيات التي قتلت وجرحت القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، طبعا وهم لم يقولوا أن هذه الميليشيات أيضا قتلت وجرحت واعتقلت وفعلت وغيبت آلاف العراقيين، لأن الأمر لا يهمهم على ما يبدو، لكن على كل الأحوال هذا الرجل الذي يقوم بدور أو بأدوار من هذا النوع، كيف يمكن أن يؤثر هذا الكلام أو هذا التصريح الأمريكي على العلاقات الداخلية العراقية مع إيران أو مع هذا السفير الذي يقوم بكل هذه الأعمال؟ فيما يتعلق داخل العراق أو حكومة المنطقة الخضراء، هي مسلوبة الإرادة، لا تمتلك قرارها، فبالتالي هي تخضع إلى نفوذ إيران وسيطرة إيران، وهذا السفير هو أحد قيادات الحرس الثوري، وهذه الممارسات يقوم بها علنا، وبالتالي ليس فقط عمليات تدريب أو إشراف عمليات تدريب على الميليشيات، احنا يحضر اجتماعات البنك المركزي، يحضر اجتماعات وزارة التربية، يحضر في كل مرافق الدولة، لأنه هو الحاكم المطلق والفعلي للعراق، وبالتالي عملية الإشراف والتواجد، نعم الحرس الثوري في العراق منتشر وموجود وميزانية الدولة مخصصة إلى مسجدي وإلى غيره من الزعامات الدينية الموجودة بالعراق واللي مرتبطة بإيران، وبالتالي أعتقد أنه انعكاسه على الوضع الداخلي. الأمريكان مثل ما الجميع يعرف أنه إذا تعرضت مصالحها وتعرض جنودها إلى عدوان سترد بقسوة، مثل ما حصل إلى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أما أمريكا تعرف جيدا أن هذه الميليشيات والحرس الثوري وإيران قتلت يوميا وتقتل يوميا من العراقيين ومن الأبرياء، ولكن لم تحرك ساكن، لأن هذا لا يعنيها. نعم، إذا أرادت هذه الميليشيات أو إيران أو هذا السفير أن يتجاوز على مصالح أمريكا، نعم سترد أمريكا وبقوة، ولقد اختبروا الإيرانيين أنه قدرة أمريكا في الرد. نعم، هذا هو السؤال. مدى سيد مازن، مدى جدية هذه العقوبات الأمريكية إذا كان الهدف هو قطع أذرع إيران في العراق؟ فهل
هذه العقوبات تقوم في هذا المقام أو هل تفيد في هذا المقام؟ أنا في تقدير هذه العقوبات هي در الرماد بالعيون وهي ذوبعة في فنجان، لن تجدي نفعا. إيران ينبغي أن تحجم بالقوة وليس بموضوع العقوبات. إيران أيضا مارست أمريكا سنين طويلة حجة العقوبات على إيران، لكن انظر إيران كانت تنتج السلاح وتصدر الإرهاب، وبعدين حتى العقوبات على إيران وعلى سفيرها في العراق. هناك بقرة حلوب اسمها حكومة المنطقة الخضراء، وهذه الثروة ثروة العراق كلها مسخرة لخدمة إيران، فبالتالي لن تجدي نفع هذه العقوبات. الذي يجدي نفع هو أن تقزم أمريكا إن أرادت هذا النفوذ وهذه الميليشيات، لكنني أشك أن تفعل ذلك، وإنما تدخل جائدة ربما. شكرا هي لك. شكرا لك أستاذ مازن التميم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.